اليوم راح نستعرض لكم لعبة جدا رائعة واللي ابتكرها وعمل على إنشائها عبقري جدا وموهوب في مجال البرمجة. نقدم لكم غاري نورمان، ولد في إنجلترا سنة 1982 ميلادي، كان فاشل دراسيا وعاطل عن العمل. صمم وأنشأ ثلاث ألعاب وراح نذكر منها لعبة غاري مود. لم يدرك غاري أن اللعبة راح تكتسب شعبية كبيرة حول العالم. كان ولا زال مبرمج كمبيوتر عبقري جدا، مارس البرمجة وتطوير وإنشاء الألعاب كهواية وحب لها. عشان كذا أبدع غاري في الألعاب اللي زينها وقدر يأسس شركته الخاصة واللي سماها فيس بنش، وهي مختصة بتطوير وصناعة ألعاب الفيديو، وأصلت أرباح الشركة ل 34 مليون جنيه استرليني. والحين خلونا نستعرض لكم اللعبة ونشوفها مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه اللعبة كما تشوفونها، نحط ستارت جيم، نحط الخريطة هذه أو يعني الماب هذا. طيب، فكرة اللعبة ما لها مهمات. طيب، هي فكرة إبداعية، يعني تقدر أنك مثلا، دقيقة خلني أصغر الصوت شوي أو أقلل الصوت. طيب، فكرة أنك بس مجرد خيال، لما نشوفها مع بعض، ما لها مراحل، تقدر تلعبها أونلاين، تقدر تركب جسد على جسد، المهم فيها أشياء كثيرة يعني. طيب، عندك مجموعة من الأسلحة، شوزن، قنبلة. طيب، تمام، عندك برضه الوحوش أو يعني الأصدقاء، في ناس أصدقاء وفي ناس وحوش. فمثلا هذول أعداء، هذول أصدقاء نقدر نحطهم. طيب، مثلا خلنا نحط مجموعة منهم. طيب، ونحط هنا بالمقابل أعداء، بالمقابل نحط هنا أعداء. فعلى سبيل المثال راح نحط وليكن هذا مثلا، شفت شلون؟ طيب، نحط مجموعة من الزومبي، مجموعة كبيرة من الزومبي. كما تلاحظون هذولا كل واحد يتقاتل مع الثاني يعني. فهي لعبة يعني مثل ما تقول فيها من الفن، مرح أكثر وخيال. شوف شلون. تقدر أنت تقاتل الوحوش هذه. طيب، تم تدمير جميع الأعداء. طيب، مثلا على سبيل المثال راح نحط وحش قوي وليكن هذا، صعب انه يهزمونه بشكل، بتلاحظ انهم يضربونه بكثافة شوي. احنا لازم نساعدهم. طيب، عندنا مثلا الأعداء اللي يكونون معهم جن، مثالهم هذولا. هذولا معهم أسلحة ويتقاتلون، حتى يرموني أنا يعني. فلازم تصرف.
طبعا شفت شو كمية الفوضى اللي صارت، كمية كبيرة يعني. طبعا تقدر انك انت مثلا نروح لم واحد من اصدقائنا ونروح لم هذه، في خصائص كثيرة لكن ما تحضرني الآن. وين هذه؟ كنت بوريكم إياها. فطبعا هو أسسها الحالة وكان يعني جدا جدا مبدع يعني صراحة. شفت شلون تقدر تدمج هذا الجسد مثلا مع هذا، تقدر تدمج هذا مع هذا، بس ما أعرف شلون الطريقة. لكن لعبة يعني مسلية وفيها مرح وفيها خيال. تقدر تكبر من هنا شوي تحت. شلون صار وجهها؟ طيب وش عندنا بعد؟ عندنا راح اوريكم وحش كبير جدا او عدو اللي هو هذا. هذا صعب هزيمته. ما له الا البازوكا او ار بي جي. طبعا تقدر تتراجع عنه وتشيل هذا، تسوي تراجعات. خلني برمي نفسي شوي. شوفوا لما وتنعاد نفس المرحلة يعني. طيب أبوريكم حركة تقدرون تطيرون يعني، أو أنكم ترتفعون عن السقف. طيب بتحطون الوحوش اللي انتم تبغونها. مثاله خلنا نختار الزومبي، مجموعة كبيرة من الزومبي. طيب خلنا نقرب شوي نشوفهم عن بعد. فنقدر نحط الار بي جي هذا. شفت شلون ضربهم يعني؟ حتى لو ابعد شوي مثلا، خليني ابعد المسافة هذه كلها كاملة ونحدد هنا. دردب. دردب. واو صراحة جاري ابدع جدا ابدع. في انت تقدر تلعب مع ناس. طيب تقدر انك تضيف وحوش اكثر من الوحوش هذه، او انك اصدقاء تقدر يعني في اشياء كثيرة تقدر تسويها. لعبة قابلة للتطوير يعني، انت تقدر تطورها. طيب وتقدر يعني انت تجيب الاضافات هذه من الانترنت وتحملها على اللعبة نفسها. ف يعني صراحة انا اشوف انه مبدع مبدع يعني. انا صراحة معجب باللي سواها، لأنها كانت لعبة قديمة وكنت ألعبها من زمان يعني وأعرفها. وهو صممها الحالة يعني، فجدا مجهود ما شاء الله تبارك الله يعني. جميل جميل. وكان شاب يعني صغير هو يعني، يعني يسوي البرمجة ومحب للألعاب ومحب لتصنيع الألعاب. طيب هذول مثلا خلنا نكبر ال تقدر تغير الوان، تقدر يعني لون هذا او انك هذا تدمجه مع شخصية معينة او كذا يعني. في تفاصيل اكثر، في مثلا انك مركبات تقدر انك يعني تصنع لك سيارة، حتى تقدر تصنع لك سيارة من هذه. ف
طبعا التحكم فيها راح يكون بالكيبورد والماوس، التحكم راح يكون في الكيبورد والماوس، اما اليد التحكم هذه ما راح تضبط معاك لانها تحتاج الى ضغط وتحرك يمين ويسار وكذا، وتحكم شوف شلون يعني، فتحتاج الكيبورد بشكل كبير يعني. ما ادري هل هي موجوده على ال على ال شو يسمونه بلاي ستيشن ولا لا. بس نصل الى نهايه الفيديو، لا تنسون قول بقيه الصلحات، سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله.